قصدي لا ستار بمدينة الدار البيضاء المغربية على فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية الذي نظمته جمعية النوبة الأندلسية لفن الآلة والسمع بالشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال. هذا المهرجان الذي نظم تحت مسمى الموسيقى لغة المعرفة الصادقة شارك فيه 150 فنانا متخصصا في الموسيقى الأندلسية يمثلون بلدانا عربية وغربية كالجزائر وتونس وإسبانيا وغيرها. فنانون قدموا على مدى 4 أيام عروضا موسيقية أندلسية راقية نالت إعجاب الجمهور. 150 فنانا متخصصا في الطرب الأندلسي يبدعون بمدينة الدار البيضاء. النسخة الأولى من المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية تخرج هذا اللون التراثي العريق من الصالونات والقاعات المغلقة إلى الفضاءات الخارجية في تواصل مباشر مع الجمهور. تقريب الموسيقى الأندلسية للجمهور البيضاوي. هذه المدينة اللي معروفة بالمال والأعمال عندها وجه آخر لوجه فني وهو إظهار هذا التراث اللامادي ديال الموسيقى الأندلسية للجمهور البيضاوي. هي كيف معروفة الآلة الأندلسية هي موسيقى نقولوا الصالونات، الآن بغينا نخرج بها إلى العموم. فلهذا هناك تلاحم بين دول المغرب العربي في حدتها وتناسب هذا الشهر المبارك شهر رمضان اللي جا في مناسبة رمضان ومناسبة هذه المدينة الطيبة وهذا المولود الجديد اللي طلع على هذه المدينة الكبرى بهذا التلاحم. والهدف منه هو تلقين الشباب المستقبل إن شاء الله باش هذا التراث عمره ما يضيع لا ديالنا ولا ديال الجزائر ولا ديال تونس. فنانون من دول غربية وعربية منهم من لا يتقن اللغة العربية لكنه يتقن عزف ألحان أندلسية عريقة أبدع قواعدها موسيقيو الزمن الجميل أيام الحكم الإسلامي بالأندلس، ألحان خالدة لا زال يحج لمشاهدتها الكثيرون. وهذا كان شرف لي أني حقيقة نكون يعني مع ضياف المهرجان. أنا كنت قدمت جزء من نوبة الزيدان بمقاطع من الصنعة، مدرسة الصنعة اللي هي مدرسة العاصمة، وكذلك مقاطع من مدرسة الغرناطي الجزائري، مدرسة تلمسان هي مدرسة الغرب الجزائري، كانوا كذلك مقاطع من المألوف لكن نحيناهم. ولأن كلمات الطرب الأندلسي شعر عربي خالص كتب بخط عربي لا زالت تحتفظ به الخزانة الوطنية المغربية، عرف المهرجان تنظيم معرض للخط العربي الأندلسي الذي رسمت به دواوين الشعراء والكتاب والعلماء أيام الحكم الإسلامي بالأندلس المفقود. مهرجان دولي إذن للموسيقى الأندلسية تحتضنه مدينة الدار البيضاء في أجواء روحانية رمضانية بحضور عدد مهم من عشاق الطرب الأندلسي الأصيل. كريم الفخوري، العربي، الدار البيضاء. وينضم إلينا من الرباط إبراهيم الشريف الوزاني مدير المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية. سيد إبراهيم أهلا بك، ما الذي ميز المهرجان في الدار البيضاء هذا العام؟ أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر القناة الموقرة ديالكم على هذه الدعوة الكريمة. ثانيا أهلا وسهلا، بالنسبة للمهرجان هو أول مهرجان دولي للموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء، حيث أنه بشراكة مع مجلس العمالة بالدار البيضاء وجمعية النوبة الأندلسية خدينا الفكرة أننا ننشئ واحد المهرجان اللي ما يكونش مغلق بل غادي يخرج إلى الهواء الطلق، حيث أن جميع سكان الدار البيضاء يمكن لهم يجيو يعرفوا ما هي الموسيقى الأندلسية، لا المغربية ولا الجزائرية ولا التونسية ولا الإسبانية. نعم. كما تعلمون أن هذه الموسيقى هي جاينة من إسبانيا من عهد الأمويين، حيث أن زرياب انتقل من بغداد إلى الأندلس
إلى غرناطة وأسس أول مدرسة للموسيقى الأندلسية. وفي أواخر القرن السادس عشر حيث هاجر المسلمون واليهود من الأندلس إلى المغرب والجزائر وتونس، وهناك كانت الموسيقى الأندلسية بهذه البلدان. نعم. طيب سيد إبراهيم، كيف تم اختيار الفنانين المشاركين في هذا المهرجان؟ كانوا من عدة دول وحتى من إسبانيا، كيف تم اختيارهم؟ على أي بوفق أي آلية؟ نعم، بالنسبة لهذا الفنانة من تونس، الملوفجية من تونس، ودار الغرناطية من الجزائر، وجمعية النوبة الأندلسية من المغرب، هذه تقريبا 6 سنوات وحنا كنشتغلوا مجموعين، وكنشتغلوا في الجوق المغاربي، حيث أن هناك جوق يجمع الدول بثلاثة، ونغني الآلة الأندلسية والغرناطي والمالوف بشكل متراسل، يعني من يكون المتلقي يسمع هذا الجوق المغاربي لا يحس بالمغربي بعد الجزائري بعد تونس كأنها موسيقى واحدة. نعم. إذن لهذا تم اختيار هادو، لأن كان هناك هذه 7 سنوات والاشتغال قائم بين هذه الثلاث دول. نعم ذكرت، يعني أريد أن أستوضح منك ما الفرق بين الأندلسي والغرناطي والمالوف. نعم، هو منبع واحد وهو الأندلس، ولكن في المغرب هناك الموسيقى الأندلسية أو موسيقى الآلة. نعم. هي عبارة عن 11 نوبة التي تغنى، لها خصوصية مغربية ولها تأثير مغربي. وبالنسبة للغرناطي هما عندهم 13 نوبة، بالنسبة للغرناطي هو في غرب الجزائر، وهناك الصنعة في الوسط الجزائري يعني في العاصمة، وهناك المالوف في شرق الجزائر، ولكن احنا اخترنا كل ما هو غرناطي والصنعة، وفيها تأثير جزائري، فيها تأثير بالنسبة مني كان. نعم. وبالنسبة للمالوف التونسي هناك لابد خاص. نعم، ولكن المنبع واحد كما ذكر. فضل. بالنسبة للإقبال على المهرجان. نعم. ردة الفعل الناس سيد إبراهيم، هل كان في تجاوب؟ هل كان في اهتمام كبير يريدون مجددا أن يذهبوا لحضور مثل هذه المهرجانات المتعلقة بالموسيقى الأندلسية أم لا؟ نعم، الحمد لله كان هناك واحد تجاوب كبير من الجمهور، حيث أن كاين لأول مرة يرى هذا التناسق بين هذه الموسيقى الأربع، الإسباني والمغربي والجزائري والتونسي، حيث أن في السهرة الأولى ديال السهرة الخميس. نعم. كان هناك المالوف التونسي مع المدرسة الأصيلة المغربية التي هي المدرسة الفاسية البريهية، واليوم الثاني كانوا الإسبان مع الجوق المغاربي، يعني الموسيقات بأربع مجموعين في عرض واحد. والسهرة الختامية ديال اليوم السبت كان هناك الجزائر، يعني في الغرناطي والصنعة، وأخيرا ختمنا بالمدرسة العصرية المغربية الأندلسية، حيث كانت هناك مجموعة صوتية أكثر من 80 مشارك في الأصوات بين 11 سنة حتى 70 سنة، ويغنون جميعا الموسيقى الأندلسية، وكان هناك واحد تجاوب كبير بالنسبة للجمهور، حيث قضينا تل واحدة ونصف ليلا، والسهرة كانت كذلك. نعم، شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم الشريف الوزاني مدير المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية.